تقدم تجمع الشباب الثورة الميداني بمبادرة لإدارة المرحلة الانتقالية وفقا لرؤية تقوم على حكم مدني يستند على وثيقة دستورية متراض عليها. وترتكز هذه المبادرة التي قدمها رئيس تجمع حسام الدين هيثم محمد في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم على عدة محاور، أهمها تكوين حكومة مدنية وفقا لنظام برلماني يتكون من مجلس وزراء تكنوقراط ومستقلين ومجلس تشريعي تشارك فيه قوى الحرية والتغيير وبقية القوى السياسية عبر وثيقة دستورية تتراضى عليها القوى السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني. كما دعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار في كافة جبهات القتال.